أبو فهد مدير شركة خدماتية دائما مشغول ومحرج مع الزبائن. ألم تجد حتى الآن موظفين؟ موقع شركة جديد ويحتاج إلى تعبئة حتى يراه الناس. حتى ينجح موقعك يا أبو فهد فأنت بحاجة إلى محرر محتوى يكتب لك المقالات ويترجمها، مصمم جرافيك وصور عالية الجودة، وقوالب إعلانات وقالب للموقع. كم علي أن أعاني وأنتظر لكي أجد كل هذا؟ ألو؟ أهلين أستاذ أبو فهد، الموظفين طلبوا رواتب عالية والشركة وضعها حرج، ما تسمع؟ ويش الحل؟ الحل إنه نستعين بمنصة أكتب لك، فيها كتير مواضيع ممتازة وصور وقوالب وتصاميم بتخدم موقعنا. ويش هاي؟ هاي منصة إلكترونية صناع المحتوى العربي بيبيعوا خدماتهم فيها. والله؟ آه صح، فكرة ممتازة، بتوفر علينا كتير فلوس. حلو، تمام، الله يوفقنا. أكتب لك عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة لبيع وشراء المحتوى الرقمي. تعمل منصة أكتب لك كسوق رقمي غير محدود الجوانب والأطراف لتمكن صانعي المحتوى من تسويق وبيع منتجاتهم الرقمية بسلاسة ويسر، وكذلك توفير سوق مركزية يستطيع أي طالب للمحتوى استعراض وشراء المحتوى الرقمي بسهولة مطلقة. أكتب لك لصناعة المحتوى العربي الرقمي.